أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة اسكندرية تم افتتاح مركز خدمة عملاء الكهرباء بشاير خير 3، وده بعد أعمال التطوير. أما في المنيا فتم توقيع الكشف على 1486 مواطن في قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة. وفي مطروح في 64 فريق بيشاركوا في نهائي الدورات الرمضانية، وفي البحيرة بيتم تنفيذ مستشفيات ومراكز طبية جديدة بتكلفة بتصل ل 4 مليار جنيه. تفاصيل وأخبار أكتر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الإسكندرية تم افتتاح مركز خدمة العملاء بشاير الخير 3 لتوزيع الكهرباء، واللي تم تطويره وتحديثه تماشياً مع خطة التطوير وتعميم الهوية البصرية الموحدة لمراكز خدمة العملاء وتقديم خدمات متميزة للمواطنين. في المنيا أعلنت مديرية الصحة عن إجراء الكشف الطبي على 1486 حالة خلال قافلة طبية مجانية في قرية دقوف التابعة للوحدة المحلية لقرية أسطال بمركز سمنلوط، وده ضمن مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. في أسيوط أعلنت المحافظة إنه جاري تركيب البولدرات والإنترلوك في أرصفة شارع أبو الحجاج ومنطقة قبلي بمدينة أبو تيج، تمهيداً لرصفها ضمن خطة الرصف والتطوير الموضوعة بهدف تسهيل الانتقال وتيسير الحركة المرورية. في الغربية تم افتتاح الوحدة البيطرية بمسجد وصيف بزفتة بتكلفة بلغت قيمتها حوالي 2 مليون جنيه، وبتخدم الوحدة 6 قرى وتوابعها. في مطروح أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدء تنفيذ الدورات الرمضانية بمراكز الشباب، ومن المقرر أن يتم إقامة نهائي دوري الأندية والأحياء الشعبية في لعبة تنس الطاولة وخماسي كرة القدم بمشاركة 64 فريق على مستوى المحافظة، وهيتم تصعيد الفريق الفائز بالمركز الأول للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان. في أسوان أعلنت المحافظة عن دعم 5761 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية، وده من خلال مشاريع تنموية ما بين محلات تجارية وورش تجارة أو حدادة، وده للنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. في الأليوبية أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عن توزيع كميات من سكر المبادرة على المواطنين، وتم توزيع 69 طن بسعر 27 جنيه للكيلو، وده بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار. في البحر الأحمر استقبل مطار الغردقة ومطار مرسى علم الدوليان 30 ألف سائح قادمين على متن 150 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية. وبحسب جداول الوصول فإن الرحلات القادمة بتتنوع بين الوافدين من ألمانيا وبولندا وإنجلترا وروسيا. في البحيرة أكدت مديرية الصحة تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من كافة المشروعات الطبية الجديدة بجميع مدن ومراكز المحافظة، وشهدت المحافظة خلال الآونة الأخيرة تنفيذ مشروعات طبية كبرى بتكلفة أكثر من 4 مليار جنيه، من أهمها المستشفى التخصصي بالمعهد الطبي القومي بدمنهور، ومستشفى كوم حمادة الجديدة، ومستشفى دمنهور العسكري، ومستشفى الكبد بمنطقة دنشال بدمنهور.